تعرفوا جميعا أن بلادنا كتمر هاد الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشية منا كمغاربة اللي ورثناها على آبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيث أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معانا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصة نكونوا مغاربة حرارة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم يا رحمن يا رحيم، نسألك اللهم أن تحبب إلينا الإيمان وتزينه في قلوبنا، وتكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وتجعلنا من عبادك الراشدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالحسنى يا رحمن يا رحيم، يا من قلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، ألزمنا جميعا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا. اللهم اهدنا جميعا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم يا أكرم الأكرمين، كما حسنت خلقتنا فحسن أخلاقنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فعل الخيرات، وارزقنا ترك المنكرات، وارزقنا حب المساكين. اللهم وإن أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. يا رحمن يا رحيم، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا. اللهم واجعل الحياة زادت لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا رحمن يا رحيم، اغننا بالافتقار إليك. اللهم اغننا بالافتقار إليك. اللهم اغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا رب، لا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم يا رب، إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك، ونعوذ بك من عضال الداء ومن شماتة الأعداء، ونعوذ بك يا مولانا من السلب بعد العطاء. يا رحمن يا رحيم، أغننا بالعلم. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم يا رب، زيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة. يا رحمن يا رحيم، اللهم صن وجوهنا باليسار، ولا تبدلها بالإقتار، فنسترزق من دونك. ونسألك اللهم شر خلقك، اللهم يا رب احفظنا من شر خلقك حتى لا نبتلى بفضلك وجودك. يا رب بيدك وحده خزائن الأرض والسماوات، فاغننا بفضلك عمن سواك. يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم يا رب يا كريم، بحرمة وبركة وسر بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، عدد خلقك ورضا نفسك، وزنة عرشك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل على محمد بن عبد الله القائم بأمر الله، ما ضاق أمر إلا فرجه 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 الله. اللهم فرج عنها، فرج عنا يا مفرج، فرج عنا يا مفرج، فرج عنا يا مفرج. اللهم أغثنا،
اللهم أغثنا أغثنا يا مغيث، أغثنا يا مغيث برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم يا رحمن يا رحيم، نسألك اللهم أن تحبب إلينا الإيمان وتزينه في قلوبنا، وتكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وتجعلنا من عبادك الراشدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالحسنى يا رحمن يا رحيم، يا من قلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، ألزمنا جميعا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا. اللهم اهدنا جميعا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم يا أكرم الأكرمين، كما حسنت خلقتنا فحسن أخلاقنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فعل الخيرات، وارزقنا ترك المنكرات، وارزقنا حب المساكين. اللهم وإن أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين يا رحمن يا رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا. اللهم واجعل الحياة زادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رحمن يا رحيم. اغننا بالافتقار إليك، اللهم اغننا بالافتقار إليك، اللهم اغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا رب، لا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم يا رب إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك، ونعوذ بك من عضال الداء ومن شماتة الأعداء، ونعوذ بك يا مولانا من السلب بعد العطاء يا رحمن يا رحيم. أغننا بالعلم، اللهم أغننا بالعلم، وزينا بالحلم يا رب، زينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة يا رحمن يا رحيم. اللهم صن وجوهنا باليسار، ولا تبدلها بالإقتار، فنسترزق من دونك. ونسألك اللهم شر خلقك، اللهم يا رب احفظنا من شر خلقك حتى لا نبتلى بفضلك وجودك يا رب. بيدك وحده خزائن الأرض والسماوات، فاغننا بفضلك عمن سواك يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم يا رب يا كريم، بحرمة وبركة وسر بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، عدد خلقك ورضا نفسك، وزنة عرشك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل على محمد بن عبد الله القائم بأمر الله، ما ضاق أمر إلا فرجه 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 الله. اللهم فرج عنها، فرج عنا يا مفرج، فرج عنا يا مفرج، فرج عنا يا مفرج. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، أغثنا يا مغيث، أغثنا يا مغيث برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا
لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.